بس الحقيقة إن فريدة هي اللي ماتت يا جدو. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ فريدة هي اللي ماتت وفريال هي اللي عايشة. أنا قبل ما أجي هنا كنت في البيت وشفتها، شفتها بعيني. كلنا عارفين إن فريدة عمرها ما نزلت المية، عندها فوبيا منها ومستحيل لا تقرب لها ولا تلمسها. يبقى مين اللي أنا شفتها بتعوم في البسين النهاردة دي؟ دي خالته فريال. طول الأيام اللي فاتت كنت مفتقدة التفاصيل الصغيرة اللي بيني وبين فريال، ما بقتش مهتمة بيا خالص، لا أنا ولا حتى عمر، لحد ما عرفت السبب اللي مخليني حاسة إني مفتقداها. عشان هي فعلاً ما بقتش موجودة يا جدو. كنت فاكر زي كل الناس، ما فاكرة إن فريال ماتت ومرضتش أجرح مشاعرك. كان بالنسبة لي دي خلاص قصة اتدفنت. هل طلعت ما ماتتش؟ هتفضل طول عمرها ما بيني وما بينك؟ حتى لو كنت بطلت المخدرات برضه خلاص مش هينفع. فريال موجودة عندك هنا. هنا. لا يا فرح، مش حقيقي. أنا عمري ما حبيت فريال. أنا بحبك أنتِ. طب عملت كده ليه؟ فريال لما جات لي كانت عاملة نفسها أنتِ يا فرح. أنا خلاص ما بقتش قادرة أعيش مع محمود، فسبت له البيت وطلبت منه الطلاق. علي، أنا لسه بحبك. فرح، تكذب يا علي عشان انت عارف ان انت الشخص الوحيد اللي كان بيعرفنا من بعض بعد ماما الله يرحمها. يمكن اكون كذبت على نفسي، يمكن يعني يمكن اكون عرفت بس ضحكت على نفسي. لقيت كل حاجة كنت بحلم بيها بتتحقق. لقيتك معايا أخيرا. بس كنت عارف من جوايا إن في حاجة مش حقيقية وإن في حاجة غلط. عارفة إيه اللي خلاني أحس إن كل ده مش حقيقي؟ إني عارف إن فرح عمرها ما هتخون جوزها. طب وكملت ليه؟ عشان زي ما قلت لك ضعفت. الإنسان لما بيضعف بيغلط.